مسلم يحافظ على نظافة المكان وبخاصة هذه الأماكن المقدسة، مكة والمدينة، منى، عرفة، مزدلفة. مسلمان قبز نغم خساقن ويش صوم خمدو مسم شبخم يتي مكة متي مين مدينة متي مينة متي مزدلفة متي عشبخري وصابن خيقم قبزو لأن الآن عندما تجد الأوساخ وترفعها من هذه الأماكن تؤجر على هذا. يجي أبا عجبان دي دان المدينة راوي ليخ مكة راوي ليخ أفير قابشتو سنقوي بغزمة أبجي بسافر بغاخة. مرأة كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. زفز قرم بيغنبار من مجتر يغقاب زشتاش. عندما ماتت رضي الله عنها تنام شيخ جم رضي الله عنه شكرا زغخوخ دفنوها بالليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم جشج على الحجاء بغنبار مخباري لا مغاشو قام النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى عليها لعظم ما كانت تصنع لأن كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بغنبار مخشي تخم أدنين زري خجار زرج على الحجاء وفري جنزت في جاوشتا او ديزجا بشا خجاتي ابزتخوغا مستجبما مجتر مجت لابر يغقابزوا او خوغفر يشوشتاتي اذا لابد ان نحافظ على نظافة المساجد ثم بعد هذا نظافة هذه الاماكن ثم ان المسلم لابد ان يحافظ على النظافة في كل مكان راشي مجد خر قابس زرزت حنوت بسن هو ابي وجد بس مشوبا شريعه دي بشاش زي اشوبا خر مكه مدينه اخر قابس زرزت حنوت بسن هو اب خد قابس مسلمانس دنديشم اميس خد جوباش امي قابس نغزري حن هو الدين الاسلامي يحث على الطهاره على النظافه دين بدي مسلمان دينم قابس نغم تخلي غاسه